Hello, Umma Mutahida. I'm saying this one here to go. Let him get this. Well, get it, though. The Umma Mutahida here from Kuwait. قال استواك بالنهاية قاعد هنا أنا فعلا بقول الحام اللي قلت أنا بحق الإنسان أنا ما دخلت هنا في مصر بالغلط أبدا ما هويت إمرأة أمريكانية من قريب اسمها أنجلينا جولي في مصر بعد من 2001 مثلا يتكلمنا يسافر متواك بالنهاية ترزيه بريطانيا وأمريكا وبريطانيا منعشين وجوز المشكلة المشكلة حصل من ناحية الاتراك في رئيس الوزراء البريطاني اسمه ديفيد كاميرون وتوني بلير أول جيت هو متهد أعرف كويس التليفون بتاعه مش شغال أنا صورته. وجيت وقع الأمم المتحدة تروح في مصر بالتفاوض نهاية الحق على الإنسان عايز بدخول التباب عنف. والمصر بيقولوا قال سافر وهم ما عارفين الأمم المتحدة متأكد. وهم ما عارفين أنا شغال أنا أشتغل إزاي وأنتم متأكدين نفسي. هو في السفر رأي صح لما عارفين كويس ما تهد بالتليفون مش شغال أوف لاين. والتليفون بتاعهم ده خاطئ خالص خالص. أنا أعرف كويس موت في مصر بقى أنا حاسس كويس أنا شغال بالطريقة دي معنا. ومتوقع من هنا الشغل في مصر ومتوقع قال لازم تاكل عقامة ولازم تقعد بالسفر من هنا مش عايزين عادي يقعد هنا عايزين حياة الاستمرار في نهاية هم عارفين انا متوقع من ناحية الحق عند الاوروبيين عارفينه الدول اللي هو متوقع من ناحية الانسان مسجد يكترم ويعمل حماية الناس كتير باهل فعلا متلاقيين وما تلاقي اي حاجة في افريقيين هم طلع لون اسمراني هو لون اسمراني مش عامل حاجة ومتوقع لازم يمشي في الامم المتحدة وهو متهد يعرف إنسان هو شغال هناك كو وكر to serve respect full to the refugee or like توكل أنا السفر وأنا إنسان سينجل ما يبرو إنسان واحد بديت حياته في أوروبا بتوكل مسح حاجات هنا وبديت اللغة العربي بتوكل بلوك لغة العربي عارف كويس بتوكل في أمم متهدة اللغة العربي والإنجليزي ده اللغة المفتوحة الإنسان هو بيتكلم لغة العربي والإنجليزي في مكان الصناعه تعيش كويس يعرفه ودي قال التحديدات الضابط ورئي بوليس وفي اوروبا في انجلترا يقدر يكترم نفسه بين التفاوض عشان ما بنز قال في حكومه سنه حكمني بالغلط انا بروح في السفاره بريطانيا وسوي سفاره بقول قال انت لازم تمت في الامم المتحده عشان تتوقع نفسك طريقا عشان تمت من هنا هو انسان هو موظف عارف نفسه يتعلم عايز حاجه يتكلم من امين الامم المتحده او رئيس الامم المتحده شنو لقيهم يتوقع انا ممكن اقعد في الشارع وانت في البرد وانا زي انت من يكترم في الانسان أنا ما ينسى شوية سنيجي هنا سيعمل إزايد في مصر ومصر عارف وطن أمه أنا فيهم كويسين هذا حد تهيبني خالص وما دي بيتكلم حد هنا عارف ناسه في أمه متارة يكترمني ما فيش دخول الدخول في أمه متارة مفتوح لعنف الإنسان والسكيرتي أمني ولا هو إنسان موظف شغال هناك عمد ممنوعات ما فيش ممنوع في أمه متارة مفتوحة الأمه متارة يعرف نفسه ما فيش تعكير بسكيرة تعكير أنا مش عارف في بيت الأمه متارة سنعكرني فينا المشكلة صار في الإيجار أنا أقعد فين أنا ممكن أقعد برا في البرد سنتين أنا عارف الشعر كله ممنوع زار وفي تعدي في الشعر. وأنا ترى بتأكيد هو مثل مساعد في هجار مثل قبل أكل وكذا. أنا بساعدت في أي حاجة أنا بساعد حياتي. ما قرني في سنتين وسير في حاجاتي وده بنبدي أنا مطالب خالص ما ترك أخير الدول القديمة. أنا بسير حاجاتي مال الجرائم دي. هم ما هو الدول في أفريقيا ما في نفسه. هم أنا قال لهم انفصال سلام دلوقتي. هم نازلين إيه هو مثل فتح للناس زي كده. والناس من عارفين على ما يتلاقي جوات السفر تيجي هنا تنتعذب. هاي تجي في مصر معناته هو متير السفر لا مشكلة خالص هو نازل عارفين بحكومة بتوم هو متوقع معناته الحكومة عارف ودي لأنها بالتفاوض معناته لحق الإنسان معناته كهرباء في الحكومية الحكومة بنظم الوطن حقيقة بالصح الحكومة قال قال ما تقلش هنا فعلا هم ما عارفين غلطة حتى في مصر وعاملين لسه السفر غلط أمريكا أمريكا مساعد نزاج مثال قال نزاج عارف في بلد الأوروبا ودي أسف كويس الأمم المتحدة عارفين كويس غير التحديد خالص ودي واقف من ناحية الاحترام في الأمم المتحدة سلام.